بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الدكتورة سناء حسين الغزاوي، معلمة في وزارة التربية والتعليم. حصلت على شهادة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن من كلية الشريعة في جامعة اليرموك. أود أن أحدثكم اليوم عن كتابي الذي يحمل عنوان تاريخ القرآن الكريم عند المستشرقين، دراسة تأصيلية نقدية. هذا الكتاب احتوى على تمهيد وثلاثة فصول. في التمهيد تحدثت عن تعريف عام بالاستشراق، ظهور الحركة الاستشراقية وأهدافها. الفصل الأول تحدثت فيه عن مصطلح تاريخ القرآن، دلالة هذا المصطلح ونشأته عند المستشرقين وأهميته وأهدافه وأسباب عناية المستشرقين به. الفصل الثاني تحدثت عن الجهود التأسيسية والمستقلة في التأليف في تاريخ القرآن، وأخذت على ذلك نماذج من كتب الأدب والتاريخ والعقيدة والشريعة والموسوعات الغربية. وفي الجهود المستقلة تحدثت عن كتاب تيودور نولتكا تاريخ القرآن وكتاب ريجيس بلاشير القرآن نزوله تدوينه ترجمته تأثيره. أما الفصل الثالث والأخير تحدثت فيه عن أهم النظريات الاستشراقية الغربية في دراسة تاريخ القرآن، وهي النظرية الفيلولوجية ونظرية المصادر ونظرية النقد التاريخي، وتحدثت عن أثر المنهج الغربي في دراسة علم نقد الكتاب المقدس وأثره في دراسة تاريخ القرآن العظيم. وختمت هذه الدراسة وهذا الكتاب بجملة من التوصيات والنتائج التي أضعها بين أيديكم راجية منكم القبول، وأتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة. وهذا الكتاب موجود على رفوف مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك.